ايضا ثقوا في هذه الحكومه، حكومه عزيز اخنوش اللي تتمتلك من حس الابتكار ومن حس الابداع ومن حس الثقافه الاقتصاديه اللي يمكنها من خلال الاطور اللي عندها. وخير مثال عليهم الاخ مصطفى بيتاس كوزير، ان هذا الفريق غيمكن المغرب بانه يمشي لبر الامان في عز هذه الازمات. الحكومات المتمكنه تولد في رحم الازمات، وغادي تبان العمل ديال الحكومه. اعطيونا الوقت شوي باش تبان عمل الحكومه. الحكومه تيجيو المشوشين اليوم يقولوا لنا فين القرارات. يا سيدي ما كايناش القرارات، ما كايناش 77 مليار للقطاعات الاجتماعيه اللي دار القياده الحزبيه على المغرب كامل، وجاوا ثلاثه الخيارات من عند المواطنين اللي هي الصحه والتعليم والتشغيل، والحزب من والحكومه من هامكه في تنزيل هذا الشيء. اليوم القطاعات اللي تضرت من الازمه 10 المليار متوجهه توجهت للفلاحه نتيجه الجفاف. والبارح سمعنا المعاناه ديال الكسابه، وحنا غادي صوتكم سمعناه البارح في هذا الاطار، وسمعنا المشاكل اللي عندكم في الغرفه، سمعنا عندك المشاكل ديال الكسابه، وغادي توصل، غادي توصل ان شاء الله. وحنا الفريق النيابي ندافع على مشاكل الكسابه كامل ان شاء الله. الحكومه دعمات وخلات الدعم وزادت عليه، خصات له 16 مليار درهم في الميزانيه للدعم للمنتوجات اللي هي البوطه والدقيق والمجموعه من المسائل الاخرى، وزادت رغم الازمه زادت بمجهود استثنائي اخر وزادت 16 مليار ديال الدرهم اخرى. الحكومه الحمد لله للسياحه بدات تنتعش بها زياده، يعني بان هذه الجائحه بدات تطلع علينا شويه، ولكن رغم ذلك خصها 2 مليار ديال الدرهم، وساندت جميع القطاعات المتضرره. حنا بغيناكم تثقوا فينا، حزبكم حزب قول فهو فعل، حنا بغيناكم تواجهوا معنا وتحملوا حتى انتم الاخوان المنتخبين المسؤوليه في محاربه المشوشين اللي البارح تيشوشوا على الحزب ديالنا وعلى الحكومه وعلى بلادنا تحت القياده الرشيده لجلاله الملك نصره الله.